إن شاء الله يعني هي صفقة خاسرة، ولأنها ستكون هي أحد أهم ملامح الفترة المقبلة والقضايا الملحة في المنطقة، ومن أحد معرفات الأحداث والتأثر بها والاستلهام من هذه القضية لكي يكون هناك إصرار في النضال من أجل هذه القضية. المطلوب هو دائما التصدي لهذه الصفقة ولكل من يروج لها وكل من يحاول أن يقرب بين وجهة إسرائيل والدول العربية والحكام العرب الخائنين وكل من يحاول أن يروج للتطبيع، وهذا الأمر يجب أن يرفض وأن يكون منبوذا، وكل شخصية من الشخصيات التي تساهم يجب أن يكون هناك تصدي لها بكل جرأة وشجاعة، لأن جرأتهم وشجاعتهم في هذا التطبيع هو يفوق بعض القدرات، وهناك من يدير هذه الملفات فلا يعني لا يمكن. وشكرا للأخوة رجال الإعلام الذين حضروا وساهموا في تغطية هذا المؤتمر، الأخ العزيز الأستاذ موسى سرور مندوب قناة الميادين، الأخ العزيز السيد محمد هاشم مندوب يونيوز، هاي الوكالة التي كم قناة عندكم؟ 280 قناة إسلامية تأخذ عن هذه الوكالة يونيوز، الوكالة الأنباء الإسلامية، فجزاهم الله خير الجزاء يعني. والعلوية أنفال الموسوي الأخت العزيزة من قناة آفاق، و وأرض الحاضرون متحدثين ومشاركين امتعاضا ورفضا واضحا لما يسمى بصفقة القرن، ومن سعي بعض الأنظمة والحكام لتمريرها مما يحمل معه خطر تصفية القضية المركزية الأمة وتيسير تطبيق مشاريع إنهائها عبر مسميات عدة على رأسها صفقة القرن. وفي نهاية المحاولات انتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية: أولا، كرم الله سبحانه العقل وجعله مائزا للإنسان من بين بقية المخلوقات، وأكد القرآن على ضرورة التعقل والتفكر والتدبر، واعتبر الإيمان الصحيح هو المؤسس على العقل، واعتبر أحد مصادر التشريع الإسلامي وأدواته، وجاء المؤتمر ليؤكد هذه الأهمية ويوجه المسلمين إلى ضرورة إعماله في الحياة العامة. ثانيا، أن تجميد العقل ودوره في الحياة العامة والخطط والسياسات التي تخص المسلمين إشكال كبير أدى لنشوء ثقافات سطحية بعيدة عن روح الوحي وتعليمات السماء، وأكثر ارتباطا الثقافة المادية. ثالثا، إن دور العقل ضرورة لإنهاض الأمة واستعادة الحضارة الإسلامية، ولكي تستعيد أمة المسلمين موقعها اللائق بها وسط كما وصف القرآن كأمة وسط كما وصفها القرآن الكريم، فمن الضروري منح العقل دوره في فهم الدين والفقه والشرع وبناء الدولة والحضارة والثقافة. رابعا، لا يمكن فصل دور العقل في العلوم الطبيعية والتجريبية عن دوره في التقعيد، عن دوره في التقعيد الديني بما في ذلك الفكر والفقه وبما يرتبط بهما من فلسفة ومنطق وقيم. ولكي تتحقق صحوة دينية حقيقية مشفوعة بنهضة علمية وحضارية، فإن ترويج الثقافة العقلية عامل أساس لتحقيق ذلك. خامسا، لاحظ المشاركون الدعوات التي تصف الإسلام وأهله بالبعد عن العقل والمنطق، واستغربوا من تصريحات رموز دينية كبيرة من غير المسلمين، وقارنوا بين دور العقل في تاريخ الإسلام وغيره من الأديان، وتمنوا أن يعيدوا هؤلاء قراءة التاريخ